لقد قدمت الدعوة الإسلامية نماذج فذة وضحت على الطريق الكثير الكثير عبر التاريخ، وكانت دماؤهم شعلة للأجيال من بعده. فإذا كان حسن البنا قد قتل في أكبر شوارع القاهرة في ميدان رمسيس، وقتل وقضي عليه في داخل غرفة العمليات ولم يصل عليه سوى 4 نساء، إلا أن دمه أحيا أجيالا في الأرض.